لكن نستعرض ونناقش بعض التغريدات ان شاء الله. مع اني داري ما فيهم ناقد، والدليل مؤتمر الجمهور الفاشل، ما غلا يطبلون على قبل سنه، وانا اعتب على الجمهور كثيرا لانه جالس يضيع المتسابقين، الجمهور هو سبب ضياع البرنامج. يمكن المقدم نفسه هو اللي اختار التغريدات اللي فيها ما يعني. في نقد، ما في نقد اليوم، ما في نقد. صدق فيه مقطع ما ادري، ما اتوقع انه موجود، عبد الرحمن مساوى وهو واثنين ثلاثه كانوا يشربون هنا بالمشب عن فرق الدعم. وصلوا الى قناعه ان اغلبيه فرق الدعم هي يا اهل، وبعض المتسابق يقول جوالي الثاني. فصراحه يعني هل اللي قاعد يقول فرق دعمي وجابوا فرق دعمي وجابوا فرق، هل يقصد اهله جابوا؟ فانا هنا اقول والله يعني لا تكون خسارتين، خساره مشاركه في البرنامج زي يوسف المزروعي وباعوا سياراته وباعوا كذا، وخساره فلوس زياده انه يجيبون العاب ويجيبون كذا ويجيبون كذا. هذا ترى يعني شيء خطير جدا. قصدك انت مفترض انه ما يكون فريق الدعم من اقارب المتسابق؟ لا ينبغي. وين لا الجمهور؟ لا اسمح لي اسمح لي اسمح لي. وين الجمهور؟ لا هو ابتداء بدايه البرنامج المتسابق مو معروف، فيبدا باللي حوله، واللي حوله يكون اللي يكون فريق خالد الدعم. عبد الخالق انت شاركت البرنامج طيب؟ ايوه. وانا اخوك. ممتاز. دفعت عنك 50,000 ريال. ايوه. وقلت هذه لدعمك في البرنامج. وانت تطلع في البرنامج تقول فريق الدعم حط، فريق الدعم حط. هذا اثبات. انا اتكلم على ابتداء بدايه البرنامج. هذا اثبات بدايه البرنامج. انا متسابق مش معروف، فاكيد اني ببدا بحولي، اصدقائي، اهلي، اقاربي، ثم هم يشتغلون يوسعون الدائره اللي ينضمون فريق الدعم لهم. هذا اثبات لكلامي عندما قلت ان رئاسه البلديه كانت تعتمد على الوهمي. وايضا الحصانه. ايه الوهمي من اللي اشتراه؟ اخو المتسابق. وايضا يا سيدي الفاضل معذره، يعني خلينا نتكلم عبد الرحمن مساوى، طبيعي انه يكون عنده يعني ما يكون عنده فريق دعم، طبيعي جدا، غير مستغرب لسبب. ما هو المقطع اللي انتشر عبد الرحمن مساوى وهو ما هو على جال الصحن وهو ما هو ياكل؟ ابغى مقطع انتشر عبد الرحمن مساوى ما هو ياكل، خويه مستبعد ياكل، خويه اخذ حصانه ياكل، خويه ابراهيم ياكل، طاحت القرية ياكل، هطل المطر ياكل، انشقت الأرض ياكل. أظن وقع عقد مع كوزي حتى ما أعرف يعني أنا أتوقع أن الراعي الرسمي كوزي بيسوي شباب، يدخل إن شاء الله موسوعة جينيس عن طريق أكثر زبون ياكل. أنا شفت بوست قاعد يتكلمون بوست كأنه كوزي إنه هذا زبون الدائم أو كذا، أكثر يعني أكبر معدة، أكبر بطن، أكثر كمية ياكل ثلاث، يعني تخيل انسان واحد ياكل ثلاثة نفر حاشي، انسان واحد ياكل ها تدري يوم راح البنك ايش قال؟ قال فهد كم تتوقع رصيدك؟ قال اتوقع 1500. 1500 قال فهد لا زود نقص، المهم تفاجأ رصيده 3000 وما ادري كم، فراح طلب ثلاثة نفر حاشي. اول رياكشن سواه عبد الرحمن سوا قال نزل واحد حاشي. شفت ياكل كيف؟ دقيقة عذرني، ها مثل الاخ عبد الرحمن مساوى مع احترامي له وجلالي الكبير له، منين يجي فريق دعم؟ من كيف تتوقعون يصرف عبد الرحمن مساوى؟ عبد الله خماش ليش ما عنده جمهور؟ في جمهور عبد الله خماش مع فريق دعم لانه يسوي فعاليات وحدات، روح محمد الفيري مع فريق دعم، عمر السيد مع فريق دعم، تركي الفيصل الله يحفظه كان مع فريق دعم، كل مع عبد لان هذا عندهم احداث في جالسين يسوون حاجات، جالسين مشاكل، هروب، طلعه، نزله، قومه، قعده، ما يعني فريق الدعم حق عبد الرحمن مساوى ايش ينزل؟ اخبار عبد الرحمن مساوى كلا اليوم اثنين نفر حاشي واثنين تميس، ايش ينزل؟ عبد الرحمن مساوى امس يعني الى درجه ان من باب العدل والمساواه الاستاذ احمد ابو سمره راح يصور المتسابقين، فين لقى ابو مساوى؟ في الثلاجه، يطلع له نص حبه نيه ما ادري منين جابها، سرقها من المطعم. صاحب القرار لما جاء كان هو يتعشى، كان ياكل، خصم عليه وهو ياكل. الشيخ نايم في الكونفشن روم على اساس بنطفش الحين بنقفل فقرتنا، يعني اذا والله استمريت كذا يعني. عرفت وهو ياكل اسلم وهو ياكل يعني. طب يعني طب لو في احد من الجمهور يا فهد يبي يكون فريق دعم عبد الرحمن مساوى ايش يسوي؟ يروح يكلم جوزي، انا اشوف ان جوزي المفروض يفتح له حساب فريق والله العظيم. بعدين طبيعي يا اخي والله، بعدين طبيعي يجي عبد الرحمن يقول ما عندي فريق دعم ما حد يتابعني، طبيعي يا مسلم. ايش سوي؟ يلا إيسا.
لا. هربت؟ لا. استبعدت؟ لا. طلعت غنيت شيلة مدري كيف البرايم طو غنى الشيلة جوزي ياكم استبعد شيلة موال. حتى وياكم. حتى صوته ما أعجب منصور. كان كان أسوأ موال مر في تاريخ الموالات. لكن كمان العجيب إنه يوم نادى صاحب القرار وقال أنت كذا كذا. أنت شفت المشهد اللي سواه الجعداني بن فهري؟ هذه فرصة لك قدام صاحب القرار إنك تنجم يطول المقطع حقك. وصل عند عبد الرحمن مساواة في نفس الوقت اللي وصل فيه في نفس الوقت اللي ديه ورا درهم سوا. لا بعدين انا مخفف بما اني ناقد مهني ويعني يعني يعني اعلامي جيد ومميز واتوقع ان الاعلام ما ولد بمثلي. من باب هذه المهنيه ذهبت لعبد الرحمن سوا وقلت يا عبد الرحمن سوا صارحني ما هي مشكلتك حتى انهل عليك من خبراتي ومن ذكائي الخارق للطبيعه. قال ليش ما تاكل في المطعم طيب؟ قال انا موزي لي سمنه. ايش بالله شوف موزي لي ايش سمن اوكي والسمن مع الحاشي ان لله وان اليه راجعون. فاطلب نفر حاشي سفري ويدفع حق السفري وياخذه عشان يروح يحمي سمنه صب عليه. طيب لو فعلوا العمله الرصيديه الجديده كم تتوقعون يشتري نفر حاشي تفهم سوا 7000؟ هذا يبيع سعرات ما شاء الله. 7000 والله سمن على الحاشي. اعطونا درهم سوا يا شباب اعطونا ما نحتاجكم تشترون عادي يا سيدي الفاضل. اعطونا درهم سوا. سمن على الحاشي هذا ما يبيع السعرات تهرب منه. السعرات تعمل. عبد الرحمن الله يصبحك بالخير. ارحب يا رحية. ايش اخبارك؟ عساك طيب. الله يسعدك. يقولون الشباب حصر الريالتي لعبد الرحمن مساوى فقط في المطعم كوزي فقط. اول الانسان لازم يلعب على ذكاء والانسان لازم يدخل في البرنامج هذا يطلع باشياء جميله. يعني انا عندي باذن الله اشياء مستقبليه. لا درهم درهم بالله 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 يا شباب جيب لكم مشروم. معليش يا درهم معليش قاطعتك اعطوا لكم مشروم يا شباب. يا اخي مشكله الشيخ اللي بدون سلطه بدون صلاحيات. بالله يا شباب اعطوا لكم مشروم. معليش يا درهم قاطعتك. اي اعطوا لكم مشروم بالله يا شباب. خليه يقول عبد الرحمن شيء. رجع ايش قد قام؟ يقول اترد عليه. قام ايه قام يا ابو يرد المساوي يقول اترد عليه. مقول عشان طلعنا منكم بشروم. يا حبيبي تراك في مكان في 180 كاميرا عادي اقدر اخذ مسابق في اي مكان. مره جبنا هنا. مره زين اكتب تجيبك هنا مع انه مالك صلاحيات. المساوي ليش ما سمع الكلام؟ تفضل يا عبد الرحمن. ليش ما سمعت كلام الشيخ؟ دي ايش السالفه؟ الشيخ يقول لا تناقشون كلام اليوم. ليش ما سمعت كلامه؟ لا ما سمعت كلام الشيخ عشان ايوه والله يبشر والله ما اتكلم. على عبد الرحمن مساوى. عبد الرحمن خله يبي يروح كوزي. لا دقيقه اذا تكلم عبد الرحمن له على حسابي انا 2 نفر حاشي. لا والله اذا همك عبد الرحمن مساوى روح تكلم. انا اعلمك يهمك والله يصدقني ما هو متباعد. اسمع والله عبد الرحمن مساوى تبغى تجيبه هنا والله اعطى صحن حاشي والله نجيك يبيع اخويا كله على قايم. طيب اذا انا ارى اذا طيب عندي زياده نفر ما راح يداخلون في كلام اليوم ارى انها تلغى فقره. لا بعدين للعلم عبد الرحمن مساوى خلاص انت الحاشي انت فرصتك مع السلامه. انت نفر الحاشي. لا خلاص شيله عبد الرحمن مساوى شيله محتاجه شيله. يلا يا محترم انت خلوا بكيد معلمة ينبعك. هل تعلم أن هناك خصم على من لم يحضر لكم في الروم في حال طلبه؟ أقول مسرح ندم برجل. لا شوف الجوكر الحين هل سيلغى؟ لأنه في ناس مفروض تدخل برايم أو ما زد رصيدك حصريا ومجانا على شاهد حكايات لا تنتهي.